وانا باذن الله تعالى نعاونكم، نعاونكم بشي نقتل عليه، نبنوكم دار باتم معنى وتحقوا حكم المرحوم باذن الله تعالى. اقسم بالله ثلاث انه حلم المرحومه يتحقق، ونزيد من بعدكم اكل كما راكم عمرها. اقسم بالله مختار وهنا ثاني كما راكم من بعدكم عمر، راكم ربعه الله يبارك من بعدكم عمر، والدار هذيك نرجعها لكم جنه.